في كل أطوار التعليم، فإن المنظومة منظومتنا التربوية ملزمة برفع تحدي الجودة وفق المعايير الدولية من أجل خوض غمار المنافسة وتحسين نوعية المخرجات وفق ملامح عالمية تمكن الجزائري من الاندماج الكوني مع المحافظة على خصوصياته. وإذا كانت المراحل السابقة مراحل الكم والتعميم، فإن مرحلة الغد هي للتخطيط وللاستشراف وللمحاسبة وللعلمية وللرقمنة والاحترافية ورفع تحديات التموقع في خارطة المستقبل. فمعالم اليوم تتجه نحو الرقمنة، ولا مكان لمدرسة خارج حوكمة مرقمنة.